بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 124. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في سياق الكلام على قوله قالت الأعراب آمنا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما ينفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا، كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد، كما في الحديث: كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. وقوله ولكن قولوا أسلمنا أمر لهم بأن يقولوا ذلك، والمنافق لا يؤمر بشيء. ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولا. وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله، قال: ليس بمرجع. وقال أبو أيوب سليمان ابن داود الهاشمي: الاستثناء جائز، ومن قال أنا مؤمن حقا ولم يقل عند الله ولم يستثني فذلك عندي جائز وليس بمرجع. وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة. وذكر الشالنجي أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، أي يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ومن نحو قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصا من إيمانه. قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام، فقال: الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار. قال: وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بالإيمان ولا الإيمان إلا بالإسلام. وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام، فهو داخل في الإيمان.
قال محمد بن نصر المروزي وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر أسميه مؤمنا ناقص الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: قلت أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف وهو المتأخر عنه. قال أبو بكر الأثرم في السنة: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه، أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي هذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا وقد استثناه. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها نبعث إن شاء الله، يعني من القبر. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالتعجب منهم. وملخص ما مر أن الإمام أحمد يجيز الاستثناء في الإيمان إذا كان القصد منه نفي التزكية، ولا يجيزه إذا كان القصد منه الشك. هذا وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.